عارف يا جابر، كان نفسي الحق احب امي قوي كده، كان نفسي اساعدها. بس يا حبيبتي هي عاشت معايا وقت الفقر وماتت قبل ما ربنا يفركها. كان نفسي اعمل لها حاجات كتير قوي. اعملي لها تباهي كل اللي نفسك فيه. ماتت يا جابر الله يرحمها. وانا بقولك اعملي لها كل اللي نفسك فيه. بر الوالدين يا تباهي بعد الموت اصدق بكتير من برهم وهم عايشين. هم مش بيقولوا اللي خلف ما ماتش. علمي كل اللي حواليك ان يبر اهاليهم سواء كانوا عايشين او ميتين. وكمان قولي لهم ان هم بيكبروا في السن وبيعيدوا كلام اكتر من مره، يعملوا نفسهم بيسمعوا لاول مره، عشان احنا كمان لما نروح يفتكرونا بقرايه فاتحه او يرشوا على قبرنا شويه دور للطير. مش بقول لك كل يوم بتكبر في عيني اكتر، كل ساعه بلاقي فيك اللي ما لقيتوش في حد. صدقني يا جابر محدش بقى بيفتكر الحي عشان يبقى فيه اللي بيفتكر الميت. عشان كده انت خير اي حد. البني ادم يا تباهي ما هو الا من ظهر الاب لبطن الام، من بطن الام لوش الارض، ومن وش الارض لبطن الارض. يا جنة يا نار. الدنيا دي يا تباهي عباره عن اوضه صغيره قوي ليها بابين، لازم واحنا بندخل من باب الاولاني نخش بالراحه، عشان لما نخرج من التاني برضه نفتحه بالراحه. معلش انا دوشتك، انا احيانا كده اتفزلك في الكلام. قولي لي انت كنت عايزاني في ايه؟ انا كنت عايزاك في حاجه مهمه، بس اكتشفت دلوقتي انها قشره الحاجه اهم اوي. تقدر تقول تلكيكه يعني. تلكيكه؟ حلوه تلكيكه دي. تلكيكه ليه بقى؟ عارف يا جابر، الست بتعيش عمرها كله تدور على الراحة والستر والأمان، وهي ونصيبها بقى يا تلقى كل ده يا تتحرق منه كله. وانت بقى يا تباهي عشتي ولا اتحرمتي؟ يمكن اكون اتحرمت من حاجات كتير، دينا عايشة في الدنيا بحارب، والحب زي الحرب، الاتنين عايزين رجالة، وأنا لقيتك يا جابر. وأنا تباهي الدنيا تملي تحطيني ما بين حاجتين، ما بين اللي بحبه وما بين اللي أقدر عليه. وانت يا تباهي انا ما اقدرش عليكي. يبقى بتحبني؟ تتجوزني يا جابر؟ نزل التردد الجديد 11785 الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.